اهلا بكم مع مهند بن حموده للسيارات 050-516-3525 بابو ظبي والعين. اليوم انا هكلمكم عن عروض تصفيه لموديلات ال 2020. هنشوف السيارات كلها. في عندي اكتر من سياره من موديلات ال 2020، من ضمنهم الكامارو الخلفيه اللي ورايا دي والبليزر زي ما احنا شايفين. هنشوف السيارات، في عندنا سيارات اس يو في، سيارات طبعا سبورت، وفي اس يو في عائلي 7 ركاب. يلا بينا نشوف العرض. عرض لا يفوت لان ده تصفيه قبل دخول رمضان. السيارات دي اسعارها اللي هنوريها لكم حالا لمده اسبوع فقط لا غير. يلا بينا. خلينا نبدا من اصغر سياره عندنا واقلهم سعرا حاليا، هي السبارك ال اس موديل 2020. سياره 1.4 4 سلندر 100 حصان جير سي في تي. خلينا نشوف سعرها كان كام. كانت ب 44,000، حاليا ب 36,900 لمده اسبوع من اليوم. هذه واحدة من السيارات، خلينا نشوفها مرة تانية. سيارة طبعا تستخدم في المدينة لعيلة، لطالب، لبنت، لشركة، لدليفري، زي ما انتوا عايزين. اهم شيء فيها هو موضوع استهلاك البترول. لتر واحد فيها مشيك 19.6، يعني في حدود 20 كيلو باللتر الواحد بس. دي اول واحده. يلا نشوف السياره الثانيه. سيارتنا الثانيه طبعا هي الايكونوكس ال 2020 فئه ال ال اس، ماكينه 1.5 توربو 170 حصان جير اوتوماتيك من 6 سرعات، مع الكشافات الضبابيه والرنجات والحساسات الخلفيه والبوش ستارت ومكيف خلفي و4 ارباك. هنشوف السعر كان كام. كان 85,000، حاليا 72,900 زي ما انتم شايفين. الايكونوكس ال 2020 سيارة ذات حجم فوق المتوسط من 5 ركاب زي ما احنا شايفين اهو، موديل 2020. هنشوف السيارة التالتة. عندنا رحنا على السبارك، تاني واحدة هي الايكوينوكس. يلا بينا. سيارتنا التالتة اليوم هي ذات الديزاين الرائع اللي عجب كل الناس ما شاء الله، هي البليزر ال 2020 ماكينة 4 سلندر 2.5 193 حصان 9 سرعات اوتوماتيك. السيارة دي زي ما انتم شايفين سعرها كان 123,000، حاليا ب 108 ما شاء الله. سعر مغري جدا. ده كان سعر سيارات تانية اصغر منها كتير. خلينا نلقي نظرة عليها من الداخل. ما شاء الله نفس ديزاين الكاميرو، ناس كتير اوريدي عارفاها وبتشوفها في الشارع وبتيجي تسألنا عن اسم السيارة، هم عارفين شكلها بس ما كانوش عارفين اسمها، بيجوا يسألونا عليها ومجرد ما بيشوفوها ما شاء الله بيختاروها على طول. ولذلك دي آخر سيارة عندي حاليا، هي السيارة اللي قدامنا دي اللون الأسود. يلا بينا نشوف بقية العرض على بقية السيارات في التصفية ال 2020. هنشوف سيارة من ذوات الحجم العائلي ما شاء الله. ادي الدبة بتاعتنا والشنطة كبيرة، 8 ركاب كبار يقدروا يقعدوا في الصفوف كلها، ويفضل ورانا دبتين زي ما انتم شايفين مساحة ما شاء الله، والدبة طبعا الأكثر عمقا تحت الدبة الخلفية. نشوف شكلها وهي مقفولة. ترافيرس ال اس 2020 ماكينة 3.6 V6 طبعا 310 هورس باور 9 سرعات اوتوماتيك. يلا نشوف سعر التصفية على موديل ال 2020 والسيارة اللي عندنا حالا. كانت 124,900، حاليا 109,900 بس ما شاء الله. ده شكله. يلا نكمل. وسيارتنا الأخيرة اليوم هي الرائعة الجميلة حبيبة الشباب الكامارو 6 سلندر الار اس اللون الأحمر، اخر حبة عندي موديل 2020 لون احمر رائع 3.6 V6 335 حصان، مش محتاجة كلام، كامارو انتوا كلكم عارفينها اوريدي، بس اهم حاجة نشوف سعرها. كانت 153,000، حاليا ب 133، 153 ناقص 133 يبقى 20,000 درهم تخفيض على الكامارو الحمراء. طيب يلا بينا بقى نشوف
تقدروا ازاي تتصلوا علينا وتيجوا تاخدوا واحدة من السيارات دي. بس كل اللي عليكم ان انتوا تعملوه تتصلوا على مهند 050-516-3525 تبن حمودة في غلي السيارات في أبوظبي والعين. تشرفونا ونشوف كل بادجت لي سيارة عندي. سيارة عملية، سيارة سبورت، SUV كبير زي ما شايفين الترافيرس، او SUV حجم وسط. مهند 050-516-3525 من بن حمودة للسيارات. اهلا بكم.